صفحة 57، صفحة 57 في الكتاب يونت 7 ليسن 7. عندنا هذا دانجر، دانجر خطر، دانجر خطر. راح نشوف هسه ريد اند ورك اوت، اقرا واكتشف. ذا كونفرزيشن، المحادثة. عندنا هاي ام امال، عندنا هاي ام امال دي تسأل سعيد، ام امال دي تسأل سعيد على امال لانه ما لقيتها، دورتها ما لقيتها، فدار بينهم هذا الحوار. وبعدين امال وين طلعت؟ امال طلعت بالمغاسل. راح هسه نشوف الحوار، بس خلينا نسمع الملف الصوتي اولا اعزائي وياكم ان شاء الله. Unit 7, Lesson 7, Track 44. Danger, Band 1. Listen and check your answers. 1E, 2C, 3G, 4A, 5F, 6E, 7D. Band 2. Listen to the conversation. Saeed, where's Amal? I don't know. Have you seen her? She was in the sitting room 2 minutes ago. Did she go into the garden with you? No, she didn't. Oh, no. What's the matter, Mum? The bathroom. What about the bathroom? I filled the bath with very hot water. I'll go and look. Run, run! I've got her, Mum. She's okay. انتهى الملف الصوتي اعزائي. هسه راح اقرا وياكم الحوار ونشوف ترجمته بصوره سريعه. الام امال ايش قالت لسعيد؟ قالت له سعيد ويرز امال، اين امال؟ سعيد ايش قال؟ عندنا الجواب اي اي. ايش قال؟ اي دونت نو، لا اعرف، ما ادري. الام ايش قالت؟ قالت هاف يو سين هير، هل رايتها؟ الجواب سي. See, she was in the sitting room 2 minutes ago. يقول هي كانت في غرفة الجلوس 2 minutes ago، قبل يعني قبل دقيقتين مضت، قبل دقيقتين مضت. ago تجي بالأخير أعزائي وتدل على أنه الفعل جملة في زمن الماضي بسيط أو مستمر. Did she go into the garden with you؟ هل ذهبت إلى الحديقة معك؟ 3 G. فهو إيش قال؟ No she didn't، كلا لم تذهب. طيب oh no، هاي كلمة للتعجب والاستغراب. oh no، كلا. 4A، عندنا what's the matter mom، ما المشكلة يا أمي، ما القضية يا أمي، أو ما الخطب يا أمي. الأم ايش قالت؟ the bathroom، قالت باستغراب. إذا ترجعون الملف الصوتي تسمعون نظرة الدهشة والاستغراب والخوف اللي عندها. 5 F. what about the bathroom، ماذا عن المغاسل، ماذا عن الحمام، حمام او مغاسل. لو مش قالت I filled the bath، انا ملأت الحمام with very hot water، بماء حار جدا. 6 بي، البي ايش قال؟ I'll go and look، انا سوف اذهب وارى. فلو مش قالت له run run، اركض اركض، او ركض ركض بسرعه يعني ركض. فالسبعه دي، الدي عندنا ايش قال؟ I've got her، انا رايتها او انا وجدتها. I've got her، وجدتها مام يا امي. She's okay، هي على ما يرام، هي بخير. هاي تشوفون آمال وهذا الماء الحار وهي بس تنظر وما صار بها شيء والحمد لله. listen and check، اقرأ اسلعف واستمع وتحقق أو دقق شيك. then practice، ثم تمرن على المحادثة الconversation. هنا lesson 7 read and talk student A. هنا هذا مثل المحاورة أعزائي، هذا الـ A. هسه راح نشوف هذا الـ A وهذا الـ B أعزائي. مر عليكم هيك ايش تمرين، طبعا هذا بالصف يصير عادة بالصف. انت ممكن شنو هذا الستودنت اي طالب اي راح يقول مثلا، راح يقول هاي عبارة I've heard that Rashid hurt himself، انا سمعت، انا قد سمعت ان رشيد قد اذى نفسه، اذى نفسه. او تقدر تقول has had an accident، قد حدث له حادث. هذا حكاها مو حكاها هاي العبارة هذا الستودنت اي. الستودنت بي ايش راح يقول؟ يس هي ديد، نعم هو يعني، وهذا دي يسأل يمكن بصيغة يعني عنده علم او ما عنده علم، سمع انه رشيد
مأذي نفسه أو مسبب حادث. فالستودنت بي إيش راح يقول له؟ يجي دوره يقول له yes he did، نعم هو قد فعل ذلك، yes he has. زين طيب يرجع الستودنت أي شي يقول؟ طالب أي إيش راح يقول؟ راح يقول is he bad أو is he okay، هل هو يعني متأذي بحالة سيئة؟ ما أو يقدر يقول is he okay، هل هو على ما يرام؟ إيش راح يقول له الستودنت بي؟ not too bad، ليس سيئا جدا، ليس في حالة سيئة جدا. No he isn't، كلا هو ليس كذلك حسب الحالة. هنا إيش راح يقول الستودنت أي؟ راح يقول what happened، ماذا حصل؟ what did he do، ماذا هو فعل؟ تقدر أنت تختار هالشكل، تقول هاي العبارة أو تقول ال what زائد تختار هذه. إيش راح يقول هنا الستودنت؟ يقول he cut himself with a knife، هو أعذى أو جرح نفسه، هو قطع، هو جرح نفسه with a knife بسكين، أو نقول he burned himself، هو أحرق نفسه. لاحظونا أعزائي راح نروح على السابع، إنه شو يقول هذا student A؟ إيش راح يقول where did this happen، متى حدث هذا، أو يقول how، كيف حدث هذا، تختار مثلا where أو how كيفك. راح يرد على الستودنت بي شي يقول له he was taking a bath، هو كان ياخذ حمام، كان يغسل بالحمام، the water was too hot، والماء كان حارا جدا. طيب او يقول in the kitchen، في المطبخ، he was cutting meat، هو كان يقطع لحم. طيب ايش يرد على الستودنت اي؟ يقول له where is Rashid now، اين رشيد الان؟ او يقدر يقول did he go to the hospital، هل هو ذهب الى المستشفى. الاخير ايش راح يقول الستودنت بي؟ راح يقول yes they kept him in a hospital overnight، هم احتفظوا او وضعوه في الهوسبيتال overnight، خلال اثناء الليل خلوه بالمستشفى، او he is at home، او هو في البيت. يقول لي now make different conversations، والان قم، هذا المدرس او المدرسه عنده مجال يسوي لكم now make، يقول الان قوموا بمحادثات مختلفه، يعني اشبه بهذه المحادثات اللي تتعلق بالازمان اللي انت اخذتوها لحد الان، فشي نشاط يكون بالصف. بي يقول لي write warnings about these things، اكتب تحذيرات حول هذه الاشياء، شنو هذه الاشياء؟ children playing in the kitchen، الاطفال يلعبون في المطبخ. يقول لي don't play in the kitchen، لا تلعبوا في المطبخ، you will hurt yourselves، سوف تؤذون أنفسكم، أنتم سوف تؤذون أنفسكم. طيب plastic bags and children، الأكياس البلاستيكية والأطفال، never play with the plastic bags، لا أبدا أبدا لا تلعبوا مع بالأكياس البلاستيكية، you will، أنتم سوف تقتلون أنفسكم. طيب matches and children، أعواد الثقاب، أعواد الثقاب والأطفال، never play with the matches، أبدا لا تلعبوا بأعواد الثقاب، you will burn yourself، أنتم سوف، هاي طبعا يخاطب شخص، yourself لأنه هذا للشخص مفرد، بس yourselves للجمع هنا. يقول لا تلعب بأعواد الثقاب، أنت سوف تحرق، أنت يمكن أن تحرق أو سوف تحرق نفسك.